إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، رمضان مبارك سعيد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ودائما تنحاول دائما قبل من الفطور تنحاول نديروا بعض البرامج اللي هي برامج كتكون حول الواقع المعاش، وكنحاولوا نديروها بالصوت والصورة وبلا مقص. بالإضافة ما تنوجدوش حتى اشنو بغينا نقولوا، لان تتكون جلسه عائليه، جلسه ديال الخوت، الغايه من موراها اننا نستفدوا من هذا الواقع المر اللي راه ولينا تنعيشوه. تحيه اخوكم حميد العقاوي، ونشوفوا واش كاين شي صوت او لا كاين فيه تخرشيش. تحيه الاخوان، تحيه للكل. ان شاء الله غادي تشوفوا عدد المتتبعين الكرام يطلع واحد شي شويه، وغادي ندخلوا في واحد الموضوع، موضوع الساعه، موضوع الليله، بدا اخر متتبع خصنا اننا نطرقوا له. ما الت اليه الاوضاع وما وصل به الحال خطير جدا، ولا بدا اننا باش نناقشوه من الصفه من كاخوه كمجتمع مدني. انتم اشرف، انت عاوتاني صوت مزيان. ايا انزل، هذا برنامج هضري ديال تيديرو حميد العقاوي، حيت هضري نيت نيشان. ولا الشيشة، ولا راه كاينه تنقطع الشيشة ياك. يلا تحية، تبارك الله عليكم. اذا اخواني، غادي تكون كانت واحد الضجة اعلامية اللي كلشي كان متبعها، كاينه ضجة اعلامية اللي كلشي كان متبعها، اللي وصلت الملايين. هو النهار الاول كان مشكل اللي كان على الساحة ديال ام عزيبة سميتها نادا حسي، كتشكي كاع الهيئات الحقوقية، مجموعة ديال الجمعيات دخلوا في هذا المشكل ديال ان ام عزيبة كتب عليها الله حملات بواحد البنية، تضامنوا معها المغاربة، تضامنوا معها مجموعة ديال القوى السياسية. واحد اللحظة بقات المشكل غادي، راه كلشي المغاربة كانوا متبعين هاد التخربيق هذا. إذا شكرا على الإنسانية ديال المغاربة اللي كانوا تفاعلوا مع هاد الحالة الاجتماعية ديال واحد المرأة عزيبة اللي سميتها ندى حسي. من مور هاد ندى حسي غادي ترجواني هنا للمغرب، غادي تتلاقى مع واحد سميتو نزار. هاد نزار كلشي عاود ضامن معاه، راجل دري تيهضر شويه محشومي، تيهضر بواحد العفويه، تيهضر بواحد الطريقه اللي خلات المغاربه كلهم انهم تضامنوا معاه. ولكن الخطير في الامر انه البارح او لو البارحين كتخرج ندى حسي بواحد تصريح خطير، كتقول بالحرف باننا كنا تنستحمر قد تنلعبوا سياسه الاستحمار مع المغاربه. هذه قضاء. انا من هاد المنبر تنتمنى باش تدخل النيابه العامه على الخط، علاش لا؟ لان ضحكوا بصح على المغاربه. كاين المغربي مسكين اللي ديك 200 ريال ولا 100 ريال ما تيجمعها غير بزز باش يدخل يشوف ويتعاطف مع حاله انسانيه. كاين المغاربه مساكن اللي مشاو سلفوا مساكن 100 ريال 200 ريال، كتلقاه مسكين تيدور، امهات وبنات شابات اللي سلفوا مساكن ديك 100 ريال و 200 ريال باش انها كتمشي باش يعمر الانترنت باش يشوف مسكين عندك نزار عندك نادا. في الاخر كتخرج هي وكتقول لك احنا كنا غير تنمثلوا على المغاربه. مزيان الا كنتو كتمثلوا على المغاربه، وبزاف عليكم تمثلوا على المغاربه. ها وحده. ثانيا اخي المتتبع، الخطير في الامر ان تبت عليكم وشايه كاذبه، لان كذبتوا على القضاء، وهمتوا رجال الامن بان تعرضتوا لمحاولات الاختطاف، وهمتوا القضاء المغربي بانكم تعرضتوا للضرب بكل من اكادير والرباط والخميسات واسفي. الله يعطيكم الصحه. علاش شكون اللي شر؟ لا رضي عليك عقول الامازيغي، تيهضر حميد اللي تيهضر ببرنامج، هذا حميد في برنامجه الخاص. انا ديك التفاهات النهار الاول انا ما انا هو يحصل لها الشرف انني نبارطاجيها غير في الصفحه عندي. الله يرضي عليك سي عقولان، لا نسى ولا داين السوار، لا نسى ورغ في الموقف حميد، وغنسى ورغ في الموقف الاذاعه، نغد المنابر، كلشي المنابر الاعلاميه والشعب المغربي واليوتيوبر مفعل التفاهه. نحيض نزار تيديت الندى وحميد، حتى انت حميد مالو؟
أنني أقول نيابة على مجموعة ديال المغاربه، وما رأيته كإعلامي، وما تبقول لي على الحوايج اللي تبعت نتوما، من نحن أنا على الأزمة، حيت جينا حتى نتوما المغاربه نتوما اللي تبعتوهم، ما نبقاوش نتبادلوا الجدال بيناتنا. شكون هاد اللي جات هاد 2 مليون اللي كانت تتبعها التفاهات؟ واش من شي دولة أخرى؟ خصنا نهضروا. أي سيدي الإعلام مشى تبعهم، ولكن شكون اللي تبع هادشي؟ شكون اللي دار ابوني؟ شكون اللي دار لي جيم؟ شكون اللي هز هادشي حتى وصلنا اخر متتبع لجوج المليون متتبع في ظرف ديال 24 ساعة؟ درنا حالات اجتماعية، درنا حالات انسانية، طلعت للجبال شت عباد الله اللي مقطعين لهم الرجلين واليدين، شت المنكر بعينه فهنا في المغرب العميق، شت مجلس ديال جهة بني ملال اللي شفر، اقول شفر العرق ديال ولادنا في شراء سيارات ديال النقل المدرسي ديال ابناء سكنات المغرب العميق، وتبع بحنا مور الجبال وما وصلتش حتى 2000 متتبع. ولكن التفاهة، اذا اين الخلل؟ وهل حان الوقت ان نقول لمجموعة ديال الجمعيات والهيئات الحقوقية ان تقوم ولا ان ترفع دعاوي قضائية ضد كل من استحمر الشعب المغربي؟ لا اسمع، الله يحفظك اختي، ان باش تخرج نادى وتقول احنا كنا كنستحمروا الشعب المغربي انا وماما ونزار الملوكي. لا لا لا، وقفوا واحد شوي على حدكم. اياه كنعرفوا بان كاينه السياسه ديال الحكومه براسها، لا في التعليم، لا في الصحه، لا في التطبيب، هي كتحاول باش ان تشككنا. راه هي سيدي شعب المداويخ، سيدي شعب المداويخ كما قال وزير في هذه الحكومه. ولكن باش نوصلوا، انا اقسم لكم بالله عندي ناس، عندي عائلتي حتى انا بشحال من واحد فيها مقرد صحابي، كنلقاو اخي المتتبع الكريم ان مجموعه ديال الناس مساكن من الطبقة اللي ما فحالهمش كيقلب على 200 ريال باش يعمر الانترنت، وخاص تعرف بان اغلى انترنت في العالم هي عندنا حنا في هذه البلاد السعيده. كل شيء فين تيناب، كل شيء فين تيجر، حشوم عليكم. انا تنتمنى خليني من هذه الهضره الخاويه، وداك كنتمنى من الهيئات ان ترفع دعاوي قضائيه مادام ان سوء نيه ثابتة على هاد المجموعة، ومجموعات كتار، أمي عيشة، أمي فاطمة، لالا نعيمة، هاد التخربيق الخاوي، نشوفوا حتى شكون هما هاد الخلايا وهاد الأجندة اللي كتخدم وراء الستار مع مجموعة من الشلابية. سعيد خويا، سعيد أنا تنهضر، أنا بعيد على هاد الشيء، داك هو المشكل دابا، بشحال ما تيقول حميد هاد الموضوع كاع حشومة أنت تجبدو، لا حان الوقت باش نفضحوه أخي المتتبع. حان الوقت باش نفضحوه اخي المتتبع، راه ولاو قنوات راه مئات الملايين شهريا اللي كتروج في هذا العالم الاخضر ولا الازرق ولا الاكحل ياك الاسود، هذا العالم. وكنلقاو بان ناس كتستغل ناس، شعب يتاكل، نعم شعب يتاكل، وواحد يستغل واحد بهذه التفاهات. يا سيدي التفاهات، واكررها التفاهات سيدي، بحال مازال يدر عندك، نبقاو تابعين هادو تنصدقوا حنا هادو بلا فطور. اخي المتتبع الكريم، شنا لاله مربوحه، شنا طريقه كي تطلق وحده عاوتاني في اليوتيوب، راه نتوما متبعين هذا الشيء، شي وحده كطلق مع راجلها، وصلوا للخدش في الحياه، وصلوا في التشكيك حتى في الرجوليه بين الرجل والمراه، وصلوا للسب والقذف والاعراض وتشتيت الشمل ديال مجموعه العائلات، وهما في الاخر بيني وبينكم كيديروا غير مسرحيه لا غير، قصد الاسترزاق. حنان العلالي، تكلمي عن البرنامج ديال حميد العقاوي ولا انوب على اي جهه. قال لا حنان، هذا برنامج اللي حاولت ما من مره ان اتحفظ لمناقشه هؤلاء السفهاء،
ولا موضوع هاد السفهاء، ولكن حيت ولينا كنشوفوا الاعراض والقيم ديال الرجل المغربي كتان امام العالم وكتبعها ملايين المتتبعين، فلا بد ان نقول للمسؤولين ستوب، ويجب تحرير محاضر ضد كل من استهتر بالقضاء المغربي او لف وشايه كاذبه او لف زرع الفتنه ما بين مجموعه ديال العائلات. اليوم تنشوفوا الملولي اليوم اش يقول دابا في اسفي، وايليا الملولي تبوليستي مع راسك انت سلم، انت هو البوليزيد بصح يا سي درتي ستاج، برافو عليك، عرفتي كي دير الكتف. اسماعيل خويا الله يحفظك، لا سي الملولي تجاوزت الحدود، استغليتي قاصرين سي الملولي يا سيدي، دوزتي واحد 16 تهربنتي مع راسك سي الملولي. اسمع علاش تصوني وعلاش علاش انا في اللايف وانتم كتصوني ما فهمتش اخي سي الملولي. انا من هذا المنبر انا كنحيي هذاك السيد، كنت انا ما من مره كنأجرو في المحنه ديالو حينما قال بانه هو شاب تم طرده من السلك ديال الشرطه، فربما السلك ديال الشرطه والامن راه اهله مكات اضرى بشعابها سي الملولي، هذه هي الحقيقه سي الملولي. ما وقع امس وما وقع طيله هذا الشهر شهر الغفران من احتقار ديال ترجديد ديال المغاربه والميوعه باش بينتو الزواج والعلاقه ما بين الزوج المغربي والزوجه. تقطع اللايف محال، واش تقطع اللايف؟ لا منو اللي راجل، واش تقطع اللايف الدراري؟ لا الجاليه المغربيه هو تيقول لك الجاليه المغربيه راه ولينا تنشوف واش حنا هادوك الرجال اللي تيبانوا في ذوك المواقع ولا لا. يا ريت تكون هاد الناس قالوا ايها الشعب المغربي غادي نحاولوا نديروا واحد الافلام قصيره، يا ريت يكون هاد الناس قالوا ايها المتتبعين الكرام غادي نحاولوا نديروا بواحد التجارب ديال الحياه اللي تقدر تكون هي كاينه على امر الواقع. يا ريت تكون هاد الناس انهم مشاو عند مثلا عند قنوات او لا عند جرائد او لا عند ناس اللي يعرفوا حتى الطريقه باش 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 يوصلوا واحد الرساله في بعض الاشياء اللي هي خلل في البيوت الزوجيه. لا جاو عندنا هاد الناس، ما عرفتش كيفاش يقول لي تقطع اللاين، جاو هاد الناس عند المغاربه قالت لهم انا ام عجيبه، هذه هذيك الكريكه هذيك الجرانه، انا ام عزيبه وحملت ومصافي وانا درت هكا ويلي يا اختي ويلي. تعاطفوا مع المغاربه، هي المغاربه راه شعب حنين، هي المغاربه شعب حنين الدراري. بالزربه اي واحد تيجي تيدوخ علينا، ها الانتخابات جايه وما تيدوخوا علينا، ها الانتخابات هي قربات، ها هي دابا قربات، ها هما تيهزوا دابا قفه فيها 2000 ريال عباد الله ويبقى جالس هكا يجرجرك ويجرجرني ويجرجر مجموعه العائلات. علاش ما نفيقوش ونقولوا حسبي الله ونعم الوكيل ونديروا واحد نداء للنيابه العامه قصد تحريك هذا الملف. ايوب وفري ملولي راجل عليك يا صاحبي، مزيان 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 مزيان. الاخوان لازلنا، انا شويه تعصبت الدراري قالك حامد يب شويه عليك. الدراري انا لا اقول، انا ما تنشتمش في حتى شي واحد، هذه عصابه استغلت الشعب المغربي، استغلوا هي الشعب المغربي فافعال مفبركه، وما من مره انهم حاولوا باش يرونوا للاجهزه الامنيه ولا القضائيه، وخاصه في تبادل الاتهامات ديال هاد الناس في منطقه اكادير اللي اهتز لها الراي العام كلها وشككوا بان ما كاينش امن في اكادير وبان السيد ولي الامن ما عطاش الخدمه ديالو، بلا ما تجريوا بمسؤولين بالصبيانيه ديالكم اللي لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبه للتاريخ ديال الرجل ديال بصح، الرجل المغربي ديال بصح. انا من هذا المنبر انا اقول لكم انتم اخواني ما رايكم فيما قامت به هاد الساده حسي ولا سميت باباها والملولي ومن معه، انتم ولكم الراي اخوتي،
واش هما على صواب، واش يستاهل هاد الشعب هاد الشيء اللي داروا له؟ لان كنشوفوا اموال طائله استفد منها اليوتيوب، ملايير تستفدات في هاد الازمه اللي حنا ما تلقاوش الريال عباد الله، اللي مازال تنقولوا فاين الدعم للساكنه المغرب العميق والساكنه الاحياء الهامشيه. هادوك الساكنه ديال الاحياء الهامشيه هما اللي لقيناهم يوميا تيدبروا على 400 500 باش انه يدير روشارج باش يضامن مع الملولي ولا مع نزار ولا مع لدحسي ولا سميت باباها. في الاخر غادي تجي وتقول لك انت تنقشب عليكم. شوف الطريقه ديال الام ديالها باش كانت تتهضر، شوف الطريقه ديال الام ديالها باش كانت تتهضر. والبارح والله العلي العظيم انني انا حشمت. شوف الطريقه باش تهضر حتى هشام، شوف الطريقه ديال باش دخلوا حتى مجموعه ديال العناصر المشبوهه حتى في الترجليد ديالها كي الطريقه باش تهضروا. ويلي اخويا وانت الملولي عافاك ما تشوفش يا على تخربيق حشومه. اسمع واسمع السبب كل مره يا اسمع عود ما بدا نتبادلو وانتي وانا وهذاك وهذاك هو السبب. شكون اللي كيدخل لهاد الناس يتبعوهم؟ راه ماشي شي شعب من شي قنت اخرى. اسمع راه ما كانش متتبع من تيتبعوهم من الهند. راه غير حنا بيناتنا جوج المليون د المغاربة إلا درنا لها غير بألف فرانك في النهار اللي تيخسروا، جوج المليون د الأورو، جوج المليار اللي كتمشي من هاد البلاد هادي اللي حنا كنعانيو فيها، جوج المليار إلا غير جوج دوك جوج المليون كل واحد عمر ألف فرانك د الانترنت، راه جوج المليار. اما تنتبعهمش يا جمال. انا هذا برنامج درناه باش نشوفوا التعاليق ديالكم ونطالبوا من النيابه العامه ان تحرك. لا خص تحرك، لان ربما كاين خلايا، كاين احزاب سياسيه، كاين ناس اللي معاديين لهذا النظام، كاين ناس اللي تيحاولوا يشوشوا على الاستقرار تاع هاد البلاد اللي راه تنشوفوا دابا. راه مجموعه ديال اليوتيوبرات راهم من مر الجبال، راه حملات انتخابيه قبل الاوان، راه حملات انتخابية لبعض الأحزاب لا سياسية بزاف عليهم السياسة قبل الأوان. راه ما يقع في المغرب لا لابد أن كما تنشوفوا ترى الإخوان يطالبوا من النيابة العامة عاوتاني باش تعاود البحث ونشوفوا ما التصريحات ديال هذيك البنت اللي أنا راها كبيرة، هذيك ليلى حسي ولا سميتها. الملولي ما يقوله هذاك الاخر نص حيوضه نعلو يزقى يا حيوض ما نص حيوضه واقدر النزار. كتشوف ماي النزار كتعاير مع ولدها والمسخوط، كتشوف خوتو مشادين، كتشوف الشعب كله تيقول يا ربي السلامه حشومه مسكين ما فقنا حتى لقينا راسنا. قلتوا لنا راه كنا تنمثلوا عليكم، عيب عليكم. الصحفي خصو ادعى الناس سين سين. اي راه كاين تصريح ديال ديال ديالها كتقول لك كنا غير تنمثلوا عليكم اخويا ناسين ناسين. قال لك كنا تنمثلوا عليكم، قالوها في تصريح البارح اليوم الساكنه ديال اسفي اليوم طالع لها الدم. كتقول لك بغينا غير نديروا تصريح، صحفيين بغاو يديروا غير تصريح يقولوا لذاك نص حيوط ما كجران. قال لهم الملولي لا خصكم تخلصوني عاد تهضروا معاه. شاد التخربيق هذا، شتي فين وصلنا؟ عيب عليكم. إذا تبارك الله عليكم، تحية لكم، شتي اليوم هذا شوف دابا شوف الشيطان، الشيطان ما يخليكش حتى أنك باش تقلب على شي عابر سبيل تجي نشاركوا مع هذوك اللحظات الرائعة اللي موالفين تنعيشوها معكم. أخي المتتبع، أختي المتتبعة، حنا اللي كنا متبعين هذوك البرامج. حنا الشعب المغربي راه ماشي شي شعب آخر باش 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 شحال واحد تيقول لك وحميد وانت حميد اللي كنتي كدو انت براسك انتوما اللي كدوزوهم. ايوا حتى انت كتفرج فيها بابا. انا تنطالب من النيابه العامه تدخل في الخط، لان الملايير نهبت من هذه البلاد بواسطه ديك العصابه. البارح قالتها واليوم اليوم كي تتقول لها الزميله فاطمه الزهراء شكون هاد الناس اللي معاك اللي كتهمي بانهم هما كانوا تيمثلوا على المغاربه؟ راه كتسميهم ندى حسي بالسميه والكنيه وسميت باهم وسميت امهم. علاش ما نحلوش اونكيت؟ علاش ما نحلوش هاد لونكيت ونشوفوا الاسباب؟
عيب والله الا عيب. الحين ندخلوا من اليوتيوب، ما نقدرش نقول انا ديك الهضره ديال دخول اليوتيوب او لا نحيد، ما نقدرش نقولها. واش ودنا الدراري ولا مازال؟ راه سخنونا هادو والله الا ودنا ولا مازال. الله ما انت لهاونا حتى ما جبنا لا باش تشوف الطريق ديال الشياطين الله يستر. ما جبنا عبير سبيل، ما فطر معنا حد اليوم. إذا إخواني السلام عليكم وتبارك الله عليكم، تبعتوا معنا هذا البرنامج. هذا برنامج لإخواني الغاية منه بغينا أننا باش نوصلوا أش واقع هو أن التصريحات ديال هذيك ندى حسي والتصريحات ديال الملولي ولا ومن معه تصريحات خطيرة كتبين بأن هاد الناس كانوا تيضحكوا على الشعب المغربي. شعب مغربي اللي نهار الاول تفاعل بكل انسانيه مع واحد المراه اللي قالت لهم انا شابه مغربيه انا من حامله ام عازب، تعاملوا معها المغاربه ما نواوش واحد النهار بان غادي تكبر هذاك اللوبي وغادي تستغلوا دوك المغاربه اللي مساكنهم اللي داروا الجهد ديالهم ملي كانت في الامارات. إذا إخواني تبارك الله عليكم، الحل هو ندخلوا اليوتيوب. لا حشومة عليهم، أنا بيني وبينكم أنا والله كنت نتبع هاد ندى حسي، كنت نشوف زعما أنا كأم عازبة بقات فيا تنقول الله يحسن العوان، تيبان لي احترق من الصحيو تنقول واش هذا بعقله واش ماشي بعقله. كنت أشكك في السلامة العقلية ديال الأخ نزار، إلا أن لقينا نزار هو اللي عنده العقل في هاد البلاد وحنا هما الحماق. هذه الحقيقة. يلا يلا كل واحد فيكم يكتب شنو هي الرساله اللي بغيت تقول بالنسبه لما يقع والاعترافات اللي راه قال اللي بلاو تيقولوهم بانهم كانوا وكلمه استحمار. عرفتي ديك الكلمه ديال استحمار شعب هذه براسها خص انا غير ما اليد قصيره والعين بصيره وما الواحد خصو يدير متابعه ديال هذاك انهم يعترفون ويقولون انهم قاموا باستحمار شعب. فحاشا اننا باش نوصلوا هذا الواقع كاع. ويلي اليوم اتصلوا بيا الاخوان من اسفي ديال زملاء صحفيين اللي البارح بغاو غير يقولوا للمغاربه اش واقع في اسفي، فاذا باحد الناس اللي كان مع هاد هشام اللي هو طالبهم بمبالغ ماليه، طالب الصحافه بمبالغ ماليه مقابل يهضروا مع هاد الصحيون. ماكجرى سليمة الوافي تبارك الله عليك. لالا اذا تبارك الله عليكم وتحية لكم خوتي، وراه قرب الفطور راه ودنياك. تحية لكم وتبارك الله عليكم. الا البارتاج لهذا الفيديو بغيتو باش يوصل. تحية لليوتيوبرات الشرفاء، تحية لكل الشرفاء ديال اليوتيوب هذه الحقيقة، تحية لهم. أنا زعما شفت ناس اللي راهم استغلوه بواحد الطريقة مفيدة، تحية لهم كاملين لا اللي برا لا اللي لداخل. إلا أنني تنقول هذه المجموعة هذه اللي استغربوا المقربون إليهم، حتى ديك ساريكون تعجبات البارح، ساريكون تعجبات البارح، لأن حتى هي رغم الجرأة ديالها وهكذا أن حتى هي طاحت في الفخ، بقاو فيها وتضامنت معاهم. ولكن ما عمر شي واحد ما كان نوى واحد النهار غادي يجيو يقولوا لنا كنا غير تنمثلوا عليكم. لا ورنسوا لها الحبس القايد. ياك. اذا تحيه لكم خوتي، تبارك الله عليكم، والف تحيه مباشره من الاطلس المتوسط.
عرفتي فين غادي باش نوريكم واحد اللقطة عجباتني، واحد اللقطة غادي نمشي حتى نوريها لكم. العلم الوطني في زربية أمازيغية. أوي 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 أوي. هنا سينا سيدي يا ذا سيما. أوي برافو، شكرا لهذه الأم. أنت سيدي زربية أمازيغية بالعالم الوطني، تبارك، برافو 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 برافو. إذا تحية وتبارك الله عليكم وما سخيناش بكم، ألف تحية. وتنتمنى باش نشوف لي كومونتير ديالكم، وتكون دي كومونتير اللي كدل على الوعي ديال الوحدة ديال الحقيقة، وخاصة كما قلت لكم كاين مجموعة أقسم لك بالله ديال الناس مساكن اللي تيجمع ب 100 ريال 200 ريال باش يعمر، باش يتعاطف، باش يقول حشومة مسكين هذا، في الاخر غادي يقول لك لا كنا تنستحمروكم. لا ثم لا، ما نقبلش. تبارك الله عليكم ورمضان كريم.